أهرامات الجيزة هي واحدة من أهم المنشآت اللي حيرت العلماء والباحثين لقرون كتيرة جدا. هرم خوفو مكون من 2 مليون و300 ألف حجر، والأحجار دي تقيلة جدا لدرجة إن وزن الحجر منهم يعدي 70 ألف طن. وفي نفس الوقت ارتفاع الهرم عالي جدا، حوالي 150 متر. أنا عارف إن ممكن يكون معظمكم بيمل من لغة الأرقام، لكن الأرقام دي فعلا مهمة جدا ولازم تتذكر. إزاي الفراعنة قدروا يرفعوا الأحجار دي وينظموها بالشكل ده بطريقة الارتفاع العالية دي؟ المهمة دي أصلا صعبة جدا في العصر الحالي مع وجود التكنولوجيا والتطورات وأساليب البحث العلمي اللي ظهرت، ولكن بنيجي عند الحتة دي بالذات ونتحير. إزاي بقى ناس من 4000 سنة فاتوا قدروا يبنوا المنشأ الضخم ده وهم ولا كان عندهم تكنولوجيا ولا عندهم معدات حديثة ولا أي حاجة؟ والأغرب بقى من كده كله، إزاي قدروا يثبتوا الحجارة دي فوق بعضها من غير أي مواد أسمنتية أو مواد لاصقة؟ والكلام ده معناه حاجتين، لإما لا سمح الله الناس دي مخاوية، أو قدروا إنهم يوصلوا لطريقة يرصوا بيها الحجر بالشكل ده. وعلى فكرة الطريقة دي مش محتاجة تكنولوجيا حديثة، لكنها طريقة بسيطة جدا لدرجة إن من كتر بساطتها ما جاتش على دماغ حد. تعالوا معنا نعرف كانوا بيعملوا إيه. أهلا بيكم في رحلة جديدة من رحلات الرحالة، والنهاردة هنعرف سر بناء الأهرامات وإزاي كانوا بينقلوا الحجر. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب لو أنت على اليوتيوب، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. موضوع إزاي الفراعنة بنوا الأهرامات ده في نظريات كتير مرفوضة منها، لكن في نظريات بتتم الموافقة عليها، وفي نظريات تانية الصراحة مضحكة جدا. زي مثلا واحدة من الفرضيات قالت اللي بنات الأهرامات دول هما مخلوقات فضائية. وعلى الرغم من الموضوع يبان مضحك بالنسبة للبعض، إلا إن اتعملت نظريات ودراسات وأبحاث، وعدد كبير جدا من الناس مؤمنين بالنظرية دي، إن الفضائيين هما اللي بنوا الأهرامات. لكن الكلام ده غير منطقي بالمرة ومجرد فرضية مش أكتر. ومن الحاجات الغريبة برضو المنتشرة إن الفراعنة كانوا عمالقة وأجسامهم طويلة، حاجة كده زي العمالقة الموجودة في أفلام الكرتون، وبالتالي ناس عملاقة زي دول سهل عليهم يرفعوا الحجارة الكبيرة دي بكل سهولة وينقلوها من مكان للتاني بكل بساطة، فمش بعيد كمان يكونوا بيحدفوها لبعض. بس لا طبعا الكلام ده مش صحيح، والفراعنة ما كانوش عمالقة ولا حاجة، بدليل ان اجسام المومياات الموجودة طولها وحجمها عادي جدا زي اجسامنا بالظبط، وما فيهاش اي حاجة غريبة. او حتى جوه الاهرامات ذات نفسها في مقاسات التوابيت كانت عادية خالص برضو. القصة التقليدية عن كيفية بناء الفراعنة للاهرامات واللي كانت بتتحكي لنا من واحنا صغيرين، انهم جابوا الحجارة دي من جنوب مصر لموقع الهرم الحالي، ونقلوا 2 مليون حجر وزنهم اطنان خلال المسافة المهولة دي، واخيرا بقى عملوا ساتر ترابي حوالين الهرم وجروا عليه الحجارة فوق بكر اسطواني من الخشب وشدوها بالحبال عن طريق السيران والعمال، وهوب بنوا الأهرامات. بالرغم ان القصة دي مرت علينا مرور الكرام، لكن محتاجين نقف عندها شوية. اولا عمليا عشان الطريقة دي تتنفس لازم يكون الساتر الترابي ده خرسانة مسلحة، لان ساتر من التراب مستحيل يستحمل وزن 70 طن بيتحرك عليه، لانه ببساطة هيقع وينهك كمان البكر الخشب، لانه عمره ما هيستحمل الاحمال دي. برضو محتاجين على الاقل عجلات من الصلب، فبالتالي طريقه الساتر الترابي والخشب والاسطوانات دي كلام كله مش منطقي. وحتى لو افترضنا انهم نفذوا بالطريقه دي، فحجم الساتر الترابي لازم يكون اكبر من حجم الهرم ب10 مرات. وبعض المفكرين بيقولوا ان بناء الساتر الترابي العملاق ده وبناء الطرق المهوله دي حوالين الهرم وبعد كده ازالتها من غير لما يكون ليها اي اثر، ده هيبقى امر مستحيل انها ما تسيبش اي اثر وراها، وده في حد ذاته انجاز يفوق انجاز بناء الاهرامات، وده بيخلي الحدوته كلها على بعضها كده غير صحيحه. بعد الفرضيات اللي ظهرت مؤخرا في محاوله منها لتأييد النظريه اللي فاتت، ان في باحثين خمنوا ان الفراعنه اثناء شدهم للحجاره الموجوده فوق البكر كانوا بيرشوا على الخشب ميه، وده بيسهل حركه البكر وبيقلل القوه اللي محتاجينها عشان يحركوا الحجاره للنص تقريبا. اما بقى بالنسبه للنقطه اللي بتقول ازاي الفراعنه نقلوا 2 مليون حجر من الجنوب لحد الموقع الحالي في الجيزه، فالباحثين بيرجحوا ان المنطقه الصحراويه اللي كان موجود فيها الاهرامات هي منطقه نهريه كان موجود فيها تفرعات وقنوات متعدده متصله بنهر النيل، فبالتالي نقلوا الحجاره دي عن طريق الميه. لكن كلها محاولات وتبريرات عشان يأكدوا النظرية السابقة ويدوها تبرير وإثبات مش أكتر، لكن مع كل ده الطريقة دي غير منطقية بالمرة وفيها تساؤلات كتير ملهاش أي إجابة، من أهمها إزاي رفعوا الحجارة الضخمة دي الارتفاعات المهولة دي من غير أي رفعات أو طائرات أو معدات حديثة. لكن طبعا محدش جاوب. هل الفراعنة مثلا كان عندهم جهاز بيلغي الجاذبية في منطقة معينة فبالتالي بيرفعوا الحجارة بسهولة؟ للأسف برضو مفيش أي دليل على الكلام ده. خلينا بقى نروح لنقطة تانية، إزاي الحجارة بتاعت الهرم متشابكة ببعضها من غير استخدام أي مواد أسمنتية أو مواد لاصقة؟ وكانت الإجابة اللي قالوها زمان برضو إنهم ثبتوا الحجارة فوق بعضها عن طريق حاجة اسمها خلخلة الهواء، واللي معناها ببساطة إن هما بيحطوا حجرين فوق بعض ويبدأوا بطريقة ما
بيسحبوا ذرات الهواء الموجودة ما بين الحجرين، فبالتالي الحجارة بتبدأ تثبت فوق بعضها كأن في مادة لاصقة ما بينهم. وطبعا ده مجرد تخمين، مفيش إثبات عليه برضه، لأن تفريغ الهواء ذات نفسه محتاج تقنيات متقدمة جدا. واحدة بقى من أكتر الحاجات المدهشة في تكوين الأهرامات إنهم إزاي خلوا أسطح الحجارة مستوية بالدقة الشديدة دي. حجارة الأهرامات على شكل مكعبات ومستطيلات متوازيات منتظمة الشكل، والمفروض إن المكعبات دي منحوتة. إزاي بقى قدروا ينحطوها بالأدوات البدائية اللي معاهم دي؟ حرفيا عملية انتحارية. تسوية سطح 2 مليون حجر محتاجة لكمية بشر ودقة شديدة، ودي حاجة مش منطقية بالمرة. طب ايه بقى هيكون رد فعلك لو قلتلك ان مكعبات الاهرامات دي اتصبت في مكانها زي ما بنصب كده الخرسانة العادية، وان الصخور دي ولا اتنحتت ولا حاجة؟ الكلام ده قاله العالم السويسري فور دانكن. قال للفراعنة عارفين طريقة معينة الخلطة بتكون صخريه جديده اشد صلابه من الخرسانه اللي بنستخدمها النهارده، والخلطه دي عباره عن طين وبعض المواد الكيميائيه اللي بيتم تسخينها، والخليط ده لما بيجف شكله بيكون شبه الصخر الطبيعي بالظبط، وبيفضل معمر لالاف السنين. وده طبعا بيلغي كل الفرضيات اللي قلناها قبل كده. يعني مثلا هنكون ان احنا في غنى ان احنا ننحت ونقطع الصخور دي بالدقه العاليه اللي احنا شفناها، ومش هنحتاج ننقل الصخور لمسافات طويله، ولا هنضطر نرفعها لارتفاعات كبيره. العلماء بقى اتوصلوا الفكرة دي ازاي؟ والموضوع ابتدى منين؟ البداية اللي كان فيه مجموعة من العلماء بيبحثوا في غرفة سرية جوه الهرم، وعرضوا الهرم بالكامل لمجموعة من الأشعة. لاحظوا ان الأجهزة بتديهم نتائج متضاربة وغير منطقية، مع ان الأجهزة سليمة وما فيهاش أي حاجة. وكان التفسير الوحيد اللي بيحصل ان الصخور بتاعة الهرم جواها كمية مية كبيرة جدا، وان كمية المية دي لا يمكن وجودها في صخور طبيعية، فبالتأكيد الاحتمال زاد جواهم ان الصخور دي مصنعة وغير طبيعية. حتى بعض العلماء عملوا تجربة متشابهة للصخور دي باستخدام طين ومواد كيميائية عشان يعملوا زي الحجر بتاع الهرم بالظبط، وبالفعل نجحوا فيها. وده سر من آثار الفراعنة اللي تم اكتشافه. يعني من الآخر كده، صخور الأهرامات كانت عبارة عن مادة أشبه بالخرسانة الأسمنتية السائلة اتصبت في أواني فارغة مستطيلة الشكل، ولما بتتجفف بتبقى صخور متماسكة، ودي الطريقة اللي بنوا بيها الصرح العظيم ده. ومش بعيد يكونوا استخدموها في مباني تانية كتير زي المعابد والمسلات الضخمة، ولا كان في حجارة بتترفع ولا مجهود جامد بيتعمل. ودي أكبر نظرية منطقية العلماء ومعظم الباحثين اتفقوا عليها في نظرية بناء الأهرامات. أنت كان الهرم ده المكان المصري القديم بيبنيه بيقوم عامل مربع الاول، ويقوم داخل في الصخر يعمل قاعده الهرم 8 متر من الصخر. لو وصلت معانا لاخر حلقه يبقى انت من المميزين. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناه، وهنستناكم في رحله جديده من رحلات الرحاله.